نعرضها الآن هي للمظاهرات التي كانت في القدس المحتلة اليوم ضد بنيامين نتنياهو، مطالبة بانتخابات مبكرة وباستقالة بنيامين نتنياهو، وأيضا مطالبة بصفقة فورية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتواجدين بيد فصائل المقاومة الفلسطينية. سيد هادي، أعود إليك مرة جديدة ونحن نتابع هذه الصور. الضغط أيضا من قبل المستوطنين الإسرائيليين يتصاعد في الحقيقة. بدأنا نشهد تظاهرات في أكثر من منطقة، في القدس، في حيفا، في أيضا تل أبيب، وهذا التصاعد من قبل المستوطنين يتصاعد بشكل مضطرد، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن أن نعتبره نقطة تحول في هذا الصراع. لماذا؟ لأنه تم إقناع الجمهور الإسرائيلي في بداية الحرب أنه تعرض لخطر وجودي وأنه سيدفع تكاليف باهظة وحرب طويلة، يعني تم تحضيره لهذا المسرح اليوم.